السلام عليكم، مرحبا بكم معي في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضروا واحد الحلوة ديال الكاوكاو اللي كتجي رائعة، لا في المنظر ديالها ولا في المذاق ديالها، وكتجي سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، كنتمنى ايضا تجربوها. وقبل ما نمروا لطريقة التحضير، اللي باقا ما شاركتش معايا في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله بكل ما هو جديد. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. فهنايا بالنسبه للطريقه والمقادير، فانا هنايا خديت الكاوكاو او البيان بعد ما حمرته حيت له القشره ديالو. دابا نطحنوه، يا اما كتاخذوا الكاوكاو اللي كيكون بلا قشره وكتحمروه عادي في الفران وكتطحنوا. فانا غنطحنوا هنايا الطحنه الاوليه مزيان. ودابا كنضيف عليه 200 غرام ديال السكر سنيده وكنرجع كنطحنو مزيان حتى كيولي معلك. وباش يولي لكم معلك، من الاحسن طحنوه الكاوكاو مازال سخون شويه باش كيتعلك مزيان في الطحين ديالو. هنايا من بعد ما طحنت الكاوكاو مزيان كيجيني على هذا الشكل هذا، يعني كيجيني رطب ومهلك. بالنسبه باش غنسمو، فانا غنسمو هنايا بشويه ديال الكراميل، كنعمل واحد المعلقه صغيره ديال الكراميل، وايضا كنضيف واحد شويه ديال القرفه. يعني يمكن لكم تكتفيو غير بالكراميل فقط او كتكتفيو غير بالقرفه. وهنايا كنجمع الخليط ديالي، كنجمعو بالزبده مذوبه. هنايا بعد ما ذوبت الزبده كنخليها حتى كتبرد واحد شويه، عاد كنبدا نخلطها في الكاوكاو. هنايا كنبدا نضيف شويه بشويه، وانا كنخلط مزيان حتى كنحصل على واحد العجين ديال الكاوكاو اللي يجيني ساهل باش نشكلو كيف ما بغيت. وهنايا من بعد ما خلطت العجين ديال الكاوكاو كيجيني مرطب على هذا الشكل هذا، فانا هنا كناخذ شويه وكنبدا نكورهم واحد الكويرات اللي كيكونوا صغارين في الحجم كيجيو على هذا الشكل هذا. هنايا يعني باش كتجيني الخدمه سهله، فانا غنكور العقده ديال الكاوكاو اللي عندي كامله على هذا الشكل هذا. يعني بعد ما كورت العقده ديال الكاوكاو على هذا الشكل هذا، دابا كنحتفظ بها. وهنايا كنحتاجوا للعجين الخاص بالحلويات اللي سبق لي وحضرت لكم فيديو خاص، ان شاء الله نخلي لكم في اخر الفيديو طريقه تحضير العجين. هنايا كناخذ العجين وكنطلقو رقيق. وهنايا بعد ما طلقت العجين رقيق، هنايا خديت هاد القطعة دائرية وهنبقى نقطع العجين ديالي على شكل دوائر. وهنايا كناخذ العجين وكناخذ العقده ديال الكاوكاو اللي سبق لي وحضرتها وكنعملها في وسط العجين وكنغطيها مزيان بالعجين. وهنايا دائما كنزول زياده العجين اذا كانت عندي العجينه زايده بزاف، فانا كنقص منها واحد شويه على هذا الشكل هذا وكنثبتها مزيان، وهيدا كنبقى مستمره بهذا الشكل هذا. وهنايا من بعد ما ساليت، فانا خديت هذا المرشم هذا وهنايا كنضغط عليه على الحلوه مزيان حتى كتاخذ ليا الحلوه الشكل ديال المرشم وكتجيني على هذا الشكل هذا. هنايا مباشره كنعملها في السينيه من بعد ما مثل الورق ديال الزبده. وهنايا ضروري كنضغطو مزيان، كيمكن لكم تعملوا المرشم تعملوه في شويه ديال الدقيق. وكيف شفتوا معايا فهي طريقه سهله، فانا نبقى مستمره بنفس الطريقه.
بالنسبة للتزيين فأنا كنحتاج هنايا العجين في لون الشوكولاد، وأيضا العجين في اللون الأبيض، كنحتاج شوية ديال البيض، وأيضا كنحتاج هاد المريشمات هادو. فأنا خديت جوج الأحجام، يعني يمكنكم تستعملوا أي شكل عندكم. هنايا كناخد شوية ديال البيض وكندهن في الوسط ديال الحلوى باش كتثبت ليا العجين مزيان. وهنايا كنقطع العجين الأول اللي كيكون في اللون ديال الشوكولا، ومن بعد كندهن أيضا بشوية ديال البيض، ومن بعد كنقطع في الحجم الصغير العجين الأبيض. مباشرة كنعمله فوق الوريدة الأولية وكنثبتهم مزيان بليبانس على هاد الشكل هذا. بالنسبة للتزيين فكيبقى الاختيار ديالكم، وكتجيني الحلوى على هاد الشكل هذا كيف شفتوا معايا. فأنا مبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى نكمل الحلوى اللي عندي كاملة. وهنايا من بعد ما ساليت كنخلي الحلوى حتى كتنشف مزيان، ومن بعد كندخلها للفرن على درجه الحراره 170 درجه بعد ما كنكون سخنت الفرن من قبل لمده ديال الطياب تقريبا 10 دقائق، لان ما كتاخدش الوقت بزاف. هنايا من بعد ما طابت الحلوى مباشره ملي كنخرجوها من الفران، بالنسبه للتزيين فانا هنايا كنحتاج شويه ديال الناباج. هنايا كندهنها مباشره وهي مازال سخونه. وهنايا من بعد ما ساليت من التزيين ديال الحلوى كنقدموها وكتجي على هذا الشكل هذا. صراحه كتجي رائعه لا في المنظر ديالها وايضا حتى في المذاق ديالها، فكيجي ديك الكاوكاو او البيان كيجي معلك. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، واذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش تعملوا الاعجاب، وايضا تشاركوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعمل فائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم.